شكراً مريم. مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى العاصمة أربيل مع مراسلنا مصطفى سلمان لينقل لنا أجواء آخر أيام العيد وأيضاً توافد السياح والزوار. مصطفى كل عام وأنت بخير. مصطفى تفضل، ما هي الأجواء لديك؟ كل عام وأنت بألف خير نوفين. نوفين، لا شك أنه ليست فقط مصايف أربيل هي المعنية بالسياحة في أربيل وفي عموم محافظات إقليم كردستان، وأقصد عموم مصايف محافظات إقليم كردستان. أيضا الحدائق العامة ومدن الألعاب الكبرى شهدت توافد كبير جدا للسياح من مناطق وسط وجنوب العراق. السياح ما زالوا يتوافدون من مناطق وسط وجنوب العراق بشكل كبير جدا إلى محافظات إقليم كردستان وأربيل تحديدا. بحسب آخر بيان لهيئة السياحة في إقليم كردستان فإن أكثر من 100,000 سائح دخلوا خلال أيام عيد الأضحى، خلال اليومين الماضيين فقط. هناك إحصائية ستخرج بالتأكيد بعد نهاية العيد. أنا الآن أتواجد في إحدى كبرى مدن الألعاب الموجودة والحدائق العامة، وهي حديقة ومدينة ألعاب ماجدي لاند في أربيل. كما تشاهدين الآن نوفين، أعداد كبيرة من السياح تتوافد بشكل مستمر إلى هذه الحديقة الكبرى. قبل لحظات من الآن غادرت عدة منشآت خاصة بنقل السياح إلى هذا المكان، أو هذا المكان ربما هو إحدى المحطات المخصصة للشركات العامة، الشركات المختصة بالسياحة نوفين. أيضا هناك يعني إحصائية ربما ستخرج من هيئة السياحة أو تسهيلات أصدرتها هيئة السياحة للشركات القادمة من مناطق وسط وجنوب العراق لعموم المحافظات، خاصة بعد أن شهدت سيطرات إقليم كردستان وسيطرة شراوة تحديدا ضغطا كبيرا بسبب قدوم أعداد كبيرة من السياح من بغداد ومن المحافظات الجنوبية نوفين. طيب مصطفى، ما هو المميز في هذا العيد ويختلف به عن الأعياد السابقة برأيك؟ نوفين، يعني هو المميز بهذا العيد هو أنه أول عيد ما بعد جائحة كورونا. العيد الماضي أثر سلبا وبشكل كبير على السياح في على القطاع السياحي في إقليم كردستان. خسائر كبيرة ألحقت بهذا القطاع لأنه لم يسمح لأحد بالدخول. توقف النشاط السياحي بشكل كبير جدا، خاصة وأن النشاط السياحي يعد مصدر دخل مهم لإقليم كردستان. هذا العام المميز فيه أنه أعداد كبيرة من السياح قدمت إلى إقليم كردستان، وأن الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة والانقطاع المستمر بالكهرباء في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب دفع أعداد هائلة إلى القدوم إلى محافظات إقليم كردستان. يبدو أن الهيئة كانت مخططة لعدد كبير جدا. بحسب آخر اجتماع جرى لهيئة السياحة في إقليم كردستان فإن من المخطط هناك 4 ملايين سائح سيزورون إقليم كردستان خلال العام الماضي وهذا العام، لكن بسبب الإجراءات الوقائية حد هذا الرقم ووصل إلى ربما اجتاز حاجز 1.5 مليون سائح خاصة خلال هذا الأسبوع الماضي بالتزامن مع العطلة في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب، وأيضا العطلة في إقليم كردستان، عطلة العيد أقصد نوفين. نعم مراسلنا مصطفى سلمان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من العاصمة أربيل.